معانا الأستاذ صبري من أسوان. السيدة ممارك رجعت لنا تاني. مع حضرتك يا شيخ، موبايل عامل إيه؟ اتفضل. الله يبارك في حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب الصحة والسلامة. خلي بالك من الأيام العشرة دي، اجتهدي فيها بقى. آه والله على قد ما أقدر بحاول. طيب قولي. بقول لك يا شيخ، أنا عندي كام سؤال لحضرتك كده. اتفضلي. هو أنا بصلي متمركزة في الصلاة، فخايفة مش عارفة أعمل إيه بصراحة. طيب دي واحد. بفكر في حاجات انا يعني في حاجات انا مثلا بعملها في البيت هعملها بعد كده. ده جديد عليكي ولا قديم ده يا ام مالك؟ نعم، ده جديد عليكي ولا قديم؟ بقالي فتره يعني بتاع شهرين كده، يعني بحاول على قد ما اقدر، بس مش عارفه اعمل. في حاجه اتغيرت في حياتك من 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 6 اشهر مثلا ولا من 7 اشهر؟ حاجات كتيره اتغيرت والله يا شيخ. طيب هات اللي بعده. إيه، وانا يعني انا حامل، ف ما بقدرش اصلي وانا واقفه، بصلي وانا قاعده، حرام ده ولا حلال ولا ايه؟ طيب يبقى صلاتك وانت قاعده. طيب ايه تاني؟ يعني ممكن بس العشاء، يعني العشاء بس ممكن عشان. طيب ولو هتصلي كل الصلوات وانت مش قادره تقفي على وانت قاعده ما فيهوش مشكله، جائز يعني؟ مش حرام؟ مش حرام. لا طيب ماشي، ادي وقفه وبعد كده اقعدي كل، او لو هتقعدي كل الصلاه ما فيش مشكله بدل انت مش قادره تقفي. طيب طيب إيه؟ كده السؤال ده، السؤال التاني خلص، لسه سؤال تركيز الصلاة. عندك سؤال تالت؟ اه هو اخر سؤال. اتفضلي. يعني انا بقعد فترة بصلي ماشي، واحيانا بسمع الاذان ومش قادرة اقوم اصلي. بسمع الاذان يعني كل يوم اسمع الفجر بس مش قادرة اقوم اصلي، مش عارفة ده حرام، مش عارفة اعمل ايه والله يا شيخ. لا صلي صلي، حتى لو مش لازم تقفي. انت يبدو ان انت في حاجة مخلية الصلاة عبء عليكي. مش عارفه والله، انا بحاول على قد ما اقدر. هقول لك يا ام مالك، يبقى انت خلاص خلصنا، خلاص صلي وانت قاعده ما دام انت مش قادره تقومي. وهي نفس الحكايه، اتوضي وصلي وانت قاعده، الامر هيبقى سهل عليكي. يا ساعتها بقى هتقومي تصلي الفجر وهتقومي تصلي كل الصلوات ومش هتاخريها ومش هتخرج عن وقتها، خلاص؟ يبقى انت هتتوضي، ومش لازم على فكره، لازم مش لازم عشان تتوضي تقف، التعبير بتاعنا مش لازم عشان تتوضي تقف على الحوض. انت ممكن تقعدي على كرسي وتتوضي وبعدين تكب الميه على رجليكي. ما هو انا بعمل كده خلاص دي وعشان كده عرفت ان حضرتك ممكن تكوني هتسالي عن ده جائز، ده جائز مش ما فيهوش اي مشكله، خلاص. وترجعي تصلي وانت قاعده برضو، ويبقى الصلاه، فالصلاه ما بقاش فيها مشكله. لكن مساله التركيز في الصلاه بقى، ممكن يكون سبب واحد من اثنين. السبب الاولاني ان انت تعرضتي الى شيء من بعض الناس اللي انت شايفاهم ناس مش ما بيلتزموش بمساله ايه، ازاي بيصلوا ويكتبوا، ازاي بيصلوا ويؤذوا، ازاي بيصلوا وكذا، فالصلاه نفسها بقت ايه. هو كده. فكرت كده. طب ما انا عارف، بس انا بقول لك بس خلينا نكمل. فايه اللي حاصل؟ فاللي حاصل ببساطه ده بيخلينا، هو ده اللي على فكره، وده برضو اللي مخلي الصلاه عبء عليكي. يعني ده اللي كمان اللي مخلي الصلاه عبء عليكي. الصلاه مش خاصه بالراجل ده، الصلاة دي حياتي، الصلاة دي روحي. حضرة النبي يقول له أرحنا بالصلاة يا بلال، دي روحنا، ده احنا الصلاة دي سبحان من جعل الصلاة دي حياة لينا، سبحان من جعل الصلاة دي تجديد لينا، سبحان من جعل الصلاة تغسل همومنا وتقربنا من ملك سبحانه وتعالى، وتقربنا من حبيبنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن الصلاة دي ملهاش دعوة بالناس، الناس يغلطوا، الناس يبقوا وحشين، الناس يصلوا ويطلعوا بغدارين، ده ملوش دعوه بالصلاه. خلاص؟ لما تشيل الفكره دي من دماغك وتعرف ان الصلاه دي ده ليك انت، مش عشان الشخص دوت اصلا بي 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 بيستخدمها كورقه عشان يقنعك، او ورقه عشان يضغط عليكي، او ورقه، لا سيبك من كل ده. الصلاه دي صله بينك وبين الله، ما حدش ليه دعوه، ما حدش يفسدها عليكي. فده مهم جدا. وعشان تركزي لما تيجي تصلي، ادخلي على كل صلاة بمعنى جديد. مرة تصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويزيل همومك ويفرج عنك، ومرة تصلي عشان الصلاة دي تحس بيها بالوصل مع الله، وهكذا. كل صلاة خليها بمعنى. الأمر الثاني، أنت بتقري، اقري بهدوء، ما تحاوليش تصلي بسرعة. لما تصلي بسرعة تتكعبلي، ولما تصلي بهدوء تركزي. خلاص؟